السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم موضوع مهم جدا ويهمك أنت كصاحب سيارة سبع علامات تدل على تلف البوجيهات دايما البوجيهات عامله لنا مشاكل وبسرعة كده هقول لك وظيفة البوجيهات بالتفصيل عشان تقدر بنفسك تحدد المشاكل وتتعامل معها عشان المحرك يشتغل ويبدا في الحركه انا محتاج هواء ووقود وشراره اشتعال وخلي بالك من الترتيب الهواء والوقود وشراره الاشتعال اخر شيء هي شراره الاشتعال اللي بتنتج او بيتم انتاجها عن طريق البوجيهات او السبارك بلغز او شمعات الاحتراق لو البوجيهات فيها مشاكل او خلل هتعمل معاك العلامات السبعه اللي هنشوفها مع بعض العلامة الأولى صعوبة في تشغيل السيارة تدور أكتر من مرة عشان السيارة تدور معاك وتدور بصعوبة العلامة الثانية رجة واهتزازات أثناء التوقف وهتلاقي كمان في ضعف عام في المحرك وانخفاض العزم وضعف التسارع ثلاثه استهلاك عالي جدا في الوقود تلاقي كميه الوقود المستخدمه كميه عاليه جدا لان الهواء كتير والوقود موجود ولكن ما شراره اشتعال عشان تحرق الخليط العلامه الرابعه ارتفاع الضوضاء الصادر من المحرك تحس ان كان المحرك بيخبط وتظن ان في مشكله او كسر داخل المحرك والمشكله في بوجي قاطع بالكامل البوجيه ده قطعته دي خلت المحرك كان في بستم او اسطوانه مش شغاله فيطلع صوت عالي جدا هو صوت الازعاج الناتج من عمل المكبس ودورانه بدون احتراق. العلامه الخامسه ظهور ادخنه سوداء في عادم السياره. ليه دخان اسود مش ابيض دخان اسود عشان نسبه الخليط نفسه حصل فيها خلل نتيجه لعدم الاحتراق وتلف البجيه بالكامل او عدم قدرته على العمل وكمان هتلاقي في رائحه كريهه تخرج مع العادم احيانا العلامة الستة تفتفى وتقطيع أثناء الضغط على دواسة الوقود بشدة لو طالع مطلع تحس إن السيارة ما بتطلعش معاك بقوة فيها مشكلة وتقطيع والبعض مننا بيظن إن الجير بوكس اللي فيه المشكلة والخلل أو المشكلة في بوجهات السيارة أو شمعات الاحتراق العلامة رقم سبعة وأحيانا ما وده العطل الخبيث الناتج من البوجيهات بتظهر معاك لمبة أعطال المحرك أو لمبة الماكينة في طابلوه السيارة وفي معظم الأحيان ما بتظهرش ودي المشكلة بتظن إن فيه مشكلة كبيرة داخل المحرك وتلاقي ما فيش لمبة أعطال منورة في طابلوه السيارة وبيبقى السبب البوجيهات هتحل المشكلة دي ازاي هتبدأ في فحص البوجيهات بمجرد النظر لو لقيت في مشاكل على السن ممكن يكون في زيوت الزيوت دي هتبقى ناتجه من تلف بل في البخار او وصول زيت عن طريق اهتراء الشنبر الخاص بالمحرك للبوجيه عشان كده البوجيه ما بيشتغلش كويس او هتلاقي ان السن فيه مشاكل او فيه كربون كتير متراكم على سن البوجيه هتقوم بتنظيفه بصنفرة ناعمة والافضل طبعا استبدال البوجيه عندك انواع كتيرة جدا ذو القطب والقطبين والتلات أقطاب والبوجيهات الرياضية والبلاتينيوم تقدر تختار البوجيه اللي انت عايزه المهم ان انت عرفت المشكلة منين من بوجيهات السيارة ويا رب حضراتكم تكونوا استفدتم وشكرا جزيلا لكم